تعز لا يعيقها استمرار الحرب والحصار من الاحتفاء بأبطالها من رجال الجيش الوطني الذين انحازوا للدفاع عن الوطن وأبنائه حتى قضوا نحبهم في سبيل ذلك. هنا أحيا المجلس العسكري وقيادات المقاومة الشعبية بالمحافظة الذكرى الأولى لرحيل أحمد نعمان أول ضابط قتل في معركة الدفاع عن تعز بعد أن رفض هو ومجموعة من صف وضباط اللواء 35 مدرع الانصياع والتسليم لسيطرة الميليشيا ليشكلوا بذلك أول نواة للجيش الوطني. عرفته شجاعا مقداما بطلا مدافعا عن القيم مدافعا عن الوطن مدافعا يكره الباطل سطر أروع الملاحم منذ ثورة الشبابية 2011 عاش واقفا بطلا ومات واقفا بطلا. وعلى صعيد متصل تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم الميليشيا على منطقة الضباب والسجن المركزي غرب المدينة وأجبرتها على التراجع. بخلاف الوعود والالتزامات بالتهدئة ورفع الحصار تستمر الميليشيا في حربها على المدينة وسكانها ومعها يستمر الخذلان والصمت من قبل التحالف العربي والمجتمع الدولي في ظاهرة اختلف الكثيرون في قراءتها وتفسيرها لكنها تقود إلى نتيجة واحدة مزيدا من الضحايا ومزيدا من الدماء.